بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومرة أخرى نقول: اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم جاء النداء الثاني بعد هذه الآية مباشرة، وفيه يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. آمنوا، ما معنى آمنوا هنا؟ ما معنى آمنوا هنا؟ يعني أثبتوا على إيه؟ على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أثبتوا على هذا إيه؟ الإيمان. أدي معنى آمنوا، يعني أثبتوا على ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا كذلك: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني أثبتوا على هذا الإيمان. أثبتوا على الإيمان بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يبقى النداء الثاني يأمرنا الله سبحانه وتعالى في أن نثبت على الإيمان بوحدانية الله. آمنوا بالله، يعني أثبتوا على الإيمان بأن المستحق للعبادة إنما هو من؟ الله عز وجل ورسوله. واثبتوا على الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو صادق فيما بلغه عن رب، هو صادق فيما بلغه عن رب. واثبتوا على الإيمان بأن القرآن الكريم هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن القرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يبقى المراد بالكتاب الذي أنزله الله على رسوله هو إيه؟ القرآن الكريم. والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني آمنوا بالقرآن الكريم وآمنوا أيضا بأن الله أنزل كتبا سماوية على الرسل إيه؟ السابقين. أنزل التوراة على سيدنا موسى، أنزل الإنجيل على سيدنا عيسى، أنزل الصحف على سيدنا إبراهيم، أنزل الزبور على سيدنا داود. أدي معنى والكتاب الذي أنزل من قبل. هذا هو المطلوب من مين؟ من المؤمنين، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. من لم يفعل ذلك ماذا يكون مصيره؟ بين القرآن مصيره فقال:
ومن يكفر بالله بأن يشرك مع الله آلهة أخرى وملائكته بأن يقول لا يوجد ملائكة وأن الملائكة إنما نحن نعبدهم مثلا، من يفعل ذلك، من يكفر بالله وملائكته فينكر أن الملائكة من خلق الله وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه، يكفر بالقرآن، يكفر بالكتب السماوية ورسله، لا يعترف بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يكفر بيوم القيامة ويقول لا حساب ولا ثواب ولا عقاب ولا جزاء، كما قال المشركون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما جزاؤه؟ ما عاقبته؟ ما مصيره؟ من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، ابتعد عن طريق الحق إلى طريق الباطل، ابتعد عن طريق الطريق المستقيم إلى طريق الضالين والمغضوب عليهم. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بعد ذلك نجد الآيات القرآنية أيضا تواصل حديثها بعد أن نادت المؤمنين بهذين النداءين تلوين الخطاب. أخذت السورة الكريمة في الحديث عن أعداء المؤمنين، عن أعداء المؤمنين. وسبق أن قلت لكم، عندما تقرأ القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم ما تحدث عن المؤمنين وحسن عاقبتهم إلا وأتبع ذلك بالحديث عن عن المشركين أو الكافرين وسوء مصيرهم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. دايما بتجد بأن المقارنة. فبعد أن تكلم نادى المؤمنين، نادى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذين النداءين، بدأ القرآن الكريم يبين حال المنافقين وحال المرتدين وحال المشركين، وبين لنا الخالق عز وجل كيف ننتصر على أعدائنا، كيف ننتصر عليهم بقوة الإيمان وبإعداد العدة وبالإخلاص، كما قال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فنحن لا نحارب من سالمنا، لا نحارب من سالمنا، وإنما شريعة الإسلام تمد يدها بالسلام إلى كل من يمد يده إليها بالسلام. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بدأ القرآن يتكلم عن صنف من المنافقين
وصنف من المصرين على شركه. فماذا قال؟ قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا، اللي هم مين؟ المنافقين. إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم إيه؟ اتخذوا الدين ألعوبة، اتخذوا الدين إيه؟ ألعوبة. يؤمن إذا وجد منفعة، يعود إلى الكفر إذا وجد منفعة. وسيفصل القرآن الحديث عن هؤلاء. إن الذين آمنوا ثم كفروا، يعني ثم كفروا بعد إيه؟ بعد إيمانهم. ثم آمنوا ثم كفروا للمرة إيه؟ الثانية. ثم ازدادوا كفرا. يعني إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني ستار. آمنوا ثم كفروا، آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا. استقروا والعياذ بالله على إيه؟ على الكفر. ثم ازدادوا كفرا. هؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن من عدل الله ايه؟ ان يغفر لهم، لانهم اصروا على ايه؟ على الشرك. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ولا ليهديهم الى الطريق المستقيم، لان عداد الله سبحانه وتعالى اقتضت انه يغفر للمؤمنين الصادقين. اما الذين اصروا على كفرهم فالله سبحانه وتعالى يقول في شأنهم: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. سبيلا يعني ايه؟ يعني طريقة. الآية التي في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يعني إن يروا طريق الضلال يسرعون فيه، إن يروا طريق الرشد يبتعدون إيه؟ عنه. هؤلاء هم الذين عناهم الله تعالى بقوله: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ولا ليهديهم إلى سبيل المؤمنين. لأن لله سبحانه وتعالى سننا كونية يجازي الذين أساءوا بما عملوا ويجازي الذين أحسنوا بالحسنى، ولا يظلم ربك أحدا. بعد ذلك بدأ الحديث عن المنافقين بالتفصيل. احنا قلنا بأن الحديث عن المنافقين في هذه السورة حديث طويل، وذكرنا الآيات قبل ذلك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى إيه؟ إلى الطاغوت، اللي هم مين؟ المنافقون. بدأ القرآن الكريم يتحدث عن هؤلاء المنافقين فقال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وانظر إلى التعبير القرآني، ده التبشير يكون في الخير ولا في الشر يا أخوانا؟ في الخير. لكن هنا القرآن يقول بشر المنافقين، فهل المنافقون أهل خير؟ لا. طب ما إيه معنى بشر المنافقين؟ ده من باب التهكم به، من باب إيه؟ التهكم به، لأنهم هم بيزعموا بأنهم على الحق وعلى الإيمان. فقال: طيب بشرهم، بشرهم بأن إيمانهم هذا سيصل بهم إلى إيه؟ إلى جهنم وبئس المصير. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما.
بشر أيها الرسول، يعني على سبيل إيه؟ الاستهزاء بهم، وعلى سبيل التهكم بهم، وعلى سبيل أن يقول لهم بأن نفاقكم سيؤدي بكم إلى إيه؟ سيؤدي والعياذ بالله إلى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. طب من هم هؤلاء المنافقون؟ من هم هؤلاء المنافقون؟ فصل القرآن الحديث عنهم فقال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الصفة الأولى من صفات من يا أخوان؟ المنافقين. الصفة الأولى من صفات المنافقين أنهم ينضمون إلى المشركين ضد مين؟ المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني أن من صفات المنافقين أنهم يتخذون أعداء الله سبحانه وتعالى، يتخذونهم إيه؟ نصراء وأصدقاء وأولياء. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم يعيد القرآن الكريم التهكم عليهم فيقول أيبتغون عندهم العزة؟ أيطلبون عند المشركين العزة والقوة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. بعد ذلك بين القرآن الكريم أن على المؤمن الصادق أن يبتعد عن إيه؟ عن المنافقين، يبتعد عنهم. فقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى تخوضوا في حديث غير، إنكم إذا إيه؟ مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، اللي حافظ منكم للقرآن الكريم يعرف ما الذي نزله الله في القرآن قبل ذلك في شأن المنافقين، ما الذي نزله الله في شأن هؤلاء المنافقين قبل ذلك. في سورة الأنعام، سورة الأنعام، وسورة الأنعام يغلب على الظن أن نزولها كان في السنة الرابعة من البعثة، يعني بعد بعثة الرسول بكم سنة؟ بأربع سنوات. سورة النساء دي بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت بخمستاشر سنة تقريبا. فالقرآن يقول وقد نزل عليكم في الكتاب، أي في القرآن، في آية أخرى في سورة الأنعام، وهذه الآية هي قول أو الآيات هي قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ايه؟ ذكرى لعلهم يتقون. ادي معنى وقد نزل عليكم
في الكتاب، يعني نزل عليكم في سورة الأنعام الآيات التي إيه سمعتموها، وهي إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فتجلس معهم فلا تقعد بعد التذكر مع القوم إيه الظالمين. هنا القرآن الكريم ينبه بطريقة أقوى. عليك أيها المؤمن الصادق، عليك أيها المسلم الصادق، أن تترك الجلوس مع الذين استحوذ عليهم الشيطان، أن تجلس مع الذين غضب الله عليهم، أن تجلس مع الذين نافقوا. فماذا قال القرآن الكريم؟ قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن إيه مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم فضح الله المنافقين بصورة إيه أكثر، فماذا قال؟ قال: الذين يتربصون بكم، يقال فلان يتربص بفلان إذا أراد به إيه الشر، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، فتح هنا بمعنى إيه يا أخوانا؟ النص. فإن كان لكم فتح من الله، يعني فإن أمدكم الله بنصر من عنده، فإن كان لكم فتح من الله، قالوا: ألم نكن معكم؟ خدين بالكم يا أخوانا، شوفوا أسلوب القرآن وحكمة القرآن، شوف كيف يفضح القرآن الكريم المنافقين، كيف يفضحهم. الذين يتربصون يعني ينتظرون أحوالكم، أدي معنى يتربصون إيه بكم، يعني ينتظرون إيه أحوالكم. زي واحد كده قاعد وبيتربص بواحد، إن جاء النصر للمؤمنين يقول: ما احنا كنا معاكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإن أصيب المسلمون بهزيمة يروح للكافرين يقولوا له: كيف ألم نستحوذ عليكم، يعني مش احنا اللي منعنا المؤمنين من ايه من النصر ايه عليكم. واضح هذا الكلام يا اخوانا؟ يعني ان انتصر المسلمون المنافقون يقولون: اعطونا من الغنائم لاننا كنا ايه معكم. إذا انتصر المشركون انضموا إلى المشركين وقالوا: ادونا من الغنائم لأن احنا كنا معكم ضد مين؟ ضد المؤمنين. أدي معنى قوله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح. وانظر إلى التعبير القرآني، كما قلت يا ريت يكون أمامنا عدد من الذين يعني يعرفوا معاني اللغة العربية، يعرفوا جانب من بلاغة القرآن، مش يجي يقولوا: الله ما احنا مش سمعين. طب ما تيجوا تسمعوا، ما تيجوا تفهموا. لا، هو جالس في مكانه او وبعدين يقول: انا محدش بيسمع. طب ما تيجي تسمع، ما احنا قاعدين اهو وفي روضة من رياض الجنة، لكن تيجي لا. بس آفة كثير من الناس أنهم يكون الحق عليهم ويلقوه على مين؟ على غيرهم. الذين يتربصون بكم اللي هم المنافقين فإن كان لكم فتح من الله، هنا القرآن عبر بالفتح ليه؟ النص أضافه إلى إيه؟ إلى ذاته. فإن كان لكم فتح، هذا النصر من عند الله، وعبر بالنصر وعبر عن النصر بالفتح. إذا جاء نصر الله وإيه
والفتح، يعني نصر عظيم. فإن كان لكم فتح من الله، قالوا لمين؟ قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا للمؤمنين، ده احنا كنا ايه معكم. وإن كان للكافرين نصير، شوف في جانب النصر القرآن قال ايه فتح ونسبه الله إلى ذات. وإن كان للكافرين ايه نصير، يعني شوية قليلة من النصر، شيء قليل من النصيب. ما قالش فتح، ما قالش القرآن وإن كان للكافرين فتح، لا. شوف ذوق القرآن وحكمة القرآن وبلاغة القرآن، ليه؟ لكي يقول للمؤمنين في كل زمان ومكان لا تخافوا ما دمتم متمسكين بدينكم وتباشرون الأسباب للنصر على أعدائكم فلا بد أن ينصركم الله. المهم كونوا ثابتين على الحق وباشروا الأسباب التي تؤدي إلى إيه؟ إلى النصر. الأسباب طاعة الله، أداء التكاليف، إعداد العدة، رسم الخطة، أليس كذلك؟ لأنك إذا أردت أن تنتصر فلا بد أن تأتي بالأسباب التي تؤدي إلى إيه؟ إلى النصر. ففي جانب الكافرين قال وإن كان للكافرين نصير، يعني جزء من الفتح أو جزء من النصر. قالوا ألم نستحوذ عليكم، يعني قالوا للمشركين، مش إحنا اللي منعنا المؤمنين من أن ينتصروا عليكم؟ ألم نستحوذ عليكم، ننضم إليكم. معنى نستحوذ يعني إيه؟ ننضم إليكم. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني نمنع المؤمنين من أن إيه؟ ينتصروا عليكم. هنا يأتي حكم الله، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيه سبيل. ما دام المؤمنون ما داموا متمسكين بدينه ومحافظين على فرائض الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعتنقون الفضائل ويجتنبون الرذائل ويباشرون الأسباب التي توصلهم إلى إيه؟ النصر. هذه الأسباب يبينها الله تعالى في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما داموا كذلك فلا بد أن تكون العاقبة لهم، ولا بد أن تكون كلمتهم هي العليا. وهذا معنى قوله عز وجل ولن، بالنفي المؤبد، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيه سبيلا، يعني نصرا، بل يجعل النصر للمين؟ للمؤمنين، كما قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم.